الفقهاء يقولون لا لا يذم في مسائل الاجتهاد، أو لا إنكار، يقولون لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مثلا تحية المسجد وقت النهي، تحية المسجد وقت النهي، بعض العلماء يرى أنها تصلى عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في أوقات النهي وغيرها، لأنها من ذوات الأسباب. بينما الجمهور يقولون لا، وقت النهي ما يصلى فيه لا تحية المسجد ولا غيره من النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ونهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، فقدموا عموم النهي على عموم الأمر. فمن أخذ بهذا القول فإنه لا ينكر عليه، ومن أخذ بالقول الأول لا ينكر عليه، لأن كله مستند، كل له مستند. هذه مسائل اجتهادية ما يجوز فيها التعادي، والصحابة يختلفون وهم إخوة في المسائل الفرعية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم إلا في بني قريظة، لا يصلين العصر منكم أحد إلا في بني قريظة، لما غزا اليهود. بعض الصحابة حانت صلاة العصر وهم في الطريق، بعض الصحابة قالوا إن مقصود الرسول عليه الصلاة والسلام المبادرة، وليس المقصود إن ما نصلي لما ناصر بني قريظة، فصلوا في الطريق. البعض الآخر قالوا لا، الرسول يقول لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، فأخروا العصر إلى أن وصلوا إلى بني قريظة. فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على الفريقين، لأن كل واحد منهم له مأخذ، كل واحد منهم له مأخذ من الدليل. فالاجتهاد من هذا النوع لا إنكار فيه، لا إنكار فيه، ولا يقال إنه نقمة، بل يقال إنه اجتهاد وبحث عن الحق. نعم.